لقاوني بوليس وعمروا لي محضر، لقاوني في واحد الخلف ديال الكار، مؤخر الاخر ديال الكار، لقاوني تما كيغوت دري صغير. الناس شكون ولد من هذا، ما ولد من هذا، هزوني الناس قدموني البوليس في البراج في الطريق. ما عندكش المعلومات شحال عندك من عام ديك الساعه ولا شحال؟ تقريبا تكون عندي شي شهور، شي 4 شهور 5 شهور، مازال ما كتعرف والو. تعرفت على واحد بنت الناس اللي تعرفت معاها ونويت ندير معاها علاقه اللي جديه، اللي تعودني في الام ديالي وفي الاخت ديالي ولقى فيها عائلتي كامله. السيده اصطدمت بان مشات عند والديها قالت لهم بانني واحد الشاب بغيت تقدم الخطوبه ديالي. والديها ما قبلوش بيا لانني كيقول لها داك السيد ملقط ولد الخيريه، ما عندوش اصل. دابا الاب والام ديالي شنو درت لهم انا؟ التقصروا في الحق ديالي اللي خلوني وحيد بحال هكا. اصلا النهار الاول اللي حسوا بريوسهم ما قادينش عليا، ما يقيموش هاد العلاقه هادي. ماشي تقامت هاد العلاقه وليت كنخلص انا، هما هاني في الحياه ديالهم وانا اللي كنخلص دابا، وكن كندفع ثمن غالي، اللي كنحس براسي كندفع شي حاجه اللي ما دايرهاش انا، ما دايرش بيدي انايا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند عادل. عادل 28 سنة، عادل الشاب الوسيم 28 سنة، اللي دوز تحمل ما لم تتحمله الجبال. مشاهدينا الكرام، عادل ما عمره عرف والديه، 28 سنة، لقى راسو في المجتمع. واش المجتمع غيتقبلو نعم أم لا؟ تبعوا معايا. عادل الا كان ممكن تعاود معايا القصه ديالك من الاول، كيفاش دزتي نتايا؟ تزاديش لقيت راسي بعدا. اول حاجه لقيت راسي في الجمعيه، لقيتها فاش عقلت على راسي. ما قبل من هذا الشيء هذا جابوني الجمعيه من عند واحد لوبيتال غساني كاين فاس. لقاوني بوليس وعمروا لي محضر، لقاوني في واحد الخلف ديال الكار، مؤخر الاخر ديال الكار، لقاوني تما كيغوت دري صغير. الناس شكون ولد من هذا، ما ولد من هذا، هزوني الناس قدموني البوليس في البراج في الطريق. ما عندكش المعلومات شحال عندك من عام ديك الساعه ولا شحال؟ تقريبا تكون عندي شي شهور، شي 4 شهور 5 شهور، مازال ما كتعرف والو. وقفوا البراج البوليس في ما بين فاس ومكناس، هبطوني عمروا لي محضر ديالي، داوني سبيطار الغساني. سبيطار الغساني كاينين جمعيات اللي دايرين العقد مع السبيطارات، مع ليك خيش كيهزو الدراري من تما باش كديهم الخيريات كيربيهم. كبرت في ديك الخيريه، قريت الابتدائي ديالي، قريت الاعدادي، كلينا تما مزيان، شربنا، كلبسونا مزيان، كلشي قرينا في احسن مستوى. من بعد ما كملتش قرايتي، قريت حتى السانكيام اني. مورا السانكيام اني خرجت من القرايه، ما كملتش. شافوا لي في بي بي تي تكون مهني، قريت على ميكانيك باطو، شديت الدبلوم ديالي مدة البريود ديال عامين. شديت الدبلوم كندوز ستاج، كتقرا شهر وكتدوز شهر ستاج. من بعد خرجت لسوق الشغل، اصطدمت داكشي اللي قريت بانه ما كاينش في الواقع. داكشي اللي قريت كتخدم عليه في الكرون بيس، كتخدم عليه في المرسى، ما كاينش داكشي، عنده اختلاف كبير. المرسى كتلقى واحد انت ما هو ما قاريش كتخدم معاه نفس، انت عندك ديبلوم وهو ما عندوش ديبلوم كتخدم معاه في نفس، كتبدا تجرو الشبكه. وداكشي لقيت راسي بان داكشي اللي قريت ماشي هو داكشي اللي خدام فيه. المشكل الكبير هو ان فوق ما كيشوف شي واحد لاكارت ناسيونال ديالك كيقول لك انت ملقط، انت ولد الخيريه، انت ما عندكش الوالدين. كنشوف هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا، كيفاش واش ما عندهمش قلوب، ما عندهمش ضمير، اللي كيشوفوا انسان واحد في واحد الوضع اللي علم بها الله وكينقصوا منه واحتقروا. ماشي الناس اللي يشجعوك باش دير مستقبلك وتحس براسك انت بانك انسان. لقيت راسي وسط الناس، خرجت من ديك الخدمه، مشيت تعرفت على شي على واحد الدري، دخلت للريستوراسيون. مرا الريستوراسيون خدمت معاهم 6 شهور، وهادي الباترون دخلت ليه قلبو، عرفني باني تيم وهادشي هذا. في الاول بانه بحال ما تقبلكش، ولكن لقاني كنخدم وكنصبر، وصبرت على التماره معاه. كنمشي انا اخر واحد وكنجي اول واحد للخدمه. كملت معاهم، دوزت البريود نتاع عامين، خرجت من ديك الخدمه. حيت كيعطيوك سيستم ديال كونترا، ما كاينش ترسان فيها،
كتخدم معاهم بانك انتي بانك راه اوفري عادي كالسالير ديالك صافي كنهار كتحبس كتحبس. خرجت من عندهم دخلت ريستورون اخر بقيت على داك المنوال تعرفت على واحد الدراري اصدقاء سو تميت غادي معاهم واحد السيد خطف تليفون لقيت راسي بانني محاصرين الناس ما لهمش فاره ما سفاره داونا كوميساريه. السيد اللي مشى لي التليفون كيقول لهم بان هذا السيد هذا ما داير لي والو هذا السيد هذا ما قاسنيش ما ادانيش راه اللي دا لي التليفون مراتي هذا البوليس كنقول لهم ان السيد صريح ديالو بانني ما داير والو طلقوني مشي فحالاتي. بدا عليا لا انت بانكم معاهم نتوما كاملين سفاره نتوما هادي كنقول انا راه طرافكت مع السيد هذا ما داير والو في الحبس. من بعد لقيت راسي وحيد هاد الوالدين هادو واش ما كيحسوش ما عندهمش ضمير اللي راه من واحد اللي لقيت راسي كنتعدى في الدنيا ما عندي حتى واحد اللي غيوقف معايا اللي وصلت لدرجه اللي مرت اكتئاب مرت حاله نفسيه اللي دوزت عند اطباء ولقيت راسي وحيد ما عندكش فين تمشي ما عندكش فين تقدم فين تاخر. تلقيت راسي عند سيدي يوسف اللي استقبلني واستقبل زوين وعطاني كلمه فين ندوى على راسي وكل شيء. ومن بعد تعرفت على واحد بنت الناس اللي تعرفت معاها ونويت ندير معاها علاقه اللي جديه اللي تعودني في الام ديالي وفي الاخت ديالي ولقى فيها عائلتي كامله. السيدة اصطدمت بان مشات عند والديها قالت لهم بانني واحد الشاب بغيت تقدم الخطوبه ديالي. والديها ما قبلوش بيا لانني كيقولوا لها داك السيد ملقط ولد الخيريه ما عندوش اصل ما عندوش حتى حاجه سير شوف لك شي ولد الناس اللي عنده نسب وعنده. تفارقت مع ديك السيده على حساب هذا الموضوع هذا. لا الذنب ديالي انا مع هاد الوالدين مالي انا علاش رموني الزنقه لقيت راسي وحيد. دابا الاب والام ديالي شنو درت لهم انا لتقصروا في الحق ديالي اللي خلوني وحيدك بحال هكا. اصلا النهار الاول اللي حسوا بريوسهم ما قادينش عليا ما يقيموش هاد العلاقه هادي ماشي تقامت هاد العلاقه وليت كنخلص انا هما هاني في الحياه ديالهم وانا اللي كنخلص دابا وكندفع ثمن غالي اللي كنحس براسي كندفع شي حاجه اللي ما دايرهاش انا ما دايرش بيدي انا. وكتوقع لنا في الخيريه كيجيو ناس كيهزوا دراري كتلقى عنده الام ديالو الدراري معانا في الخيريه ولا بنات كتلقى عنده الام ديالو ولا الاب ديالو كيجي كيهزو نهار العيد كيمشي كيعيد معاهم. وحنا في الخيريه كتبقى كتشوف داك الديكور كتحس بواحد بحال قلتي واحد النقص كتشوف راسك بانك ما سي شوف انت هذا الدري كبر معاك كتشوفو كيديه وكيجي لابس مزيان وكلشي وانت ما عندك ما تلبس ما عندك والو. الان دابا شنو كدير دابا؟ حاليا ما خدامش بحيت كندوز في حاله نفسيه صعيبه اللي لقيت راسي عند ما بين الاطباء مشيت عند بسيكياتر اللي متبع عنده دابا خديت من عنده واحد الدواء يلاه بديت معاه واحد الدواء اللي فيه تاثير واحد شويه اللي كيحاول يردك للطبيعه ديالك. انا كنشوف في هذه الحياه باقي تحس استقرار عادي ما طالبش شي حاجه بزاف في هذه الحياه تحس استقرار تلقى راسك انت عايش عيشه كريمه بحالك بحال الناس ما عندكش معاناه اللي فوق الحد ديالها. فين ساكن انت دابا؟ حاليا ما عندي السكنه حاليا كنباشا في الزنقه ما عندي السكنه كنشوف راسي ما عندكش فين تمشي فين تقدم ما كاينش اللي يرحمك ما حتى حاجه الناس كله كيشوف حياته. وانا دابا الحاله اللي كل ما كانش عندي الحاله النفسيه كل لقيتيني دابا قنقلب على خدمه وما كنعولش على الناس كنعول على راسي. ولكن هاد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله هي اللي خلاتني نوصل لهاد الحاله بحال هكا والحمد لله. بقيت فاش كنمشي قنقلب على خدمه كنصادم بان كنعطيهم لا كارت ناسيونال كيشوف الاسم الاب والاب ما كاينش كيقول لي لا انت ملقط انت هادي انت ولد الخيريه ما عندكش ما نتيقوش فيك لان ولاد الخيريه كاملين سفاره ما يمكنش ينتيقوا فيك ما يمكنش لينا. وما عرفتش كيفاش ندير نوصل لهاد الناس بانني انا ما غنأديهم ولا انا باغي نخدم حلال اللي تلقى راسك عندك مشرب ومسكن وما تلبس وكل شيء وتعيش عيشه حياه عاديه. الله العظيم ما عرفتش نقول لك قصتك كتألم الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو الموضوع ديال عاديل 28 سنه 21 سنه كلها هو في الخيريه والديه كما قال خلاه في كار وهو يلا رضيع. مشاهدينا الكرام قصه كتألم. السؤال المطروح وهو واقع المجتمع لماذا المجتمع لا يتقبل مثل هذه الحالات؟
كيمشي للعمل ولا كيمشي يبحث على العمل، تيقولوا ليه ما عندكش الوالدين ما عندك السكن، المآل ديالك هو الشارع، ونحن نعلم جيدا الشارع الطريق ديالو اللي هي سوداء بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، عديل شاب طموح قرأ، كتشوفوا التحليل وطريقة الإلقاء ديالو ممتاز، ولكن واقع الحال واقع المجتمع له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، دور الجمعيات الحقوقية وكذلك في المغاربة في المغرب وخارج المغرب، غادي نوضع رقم الهاتف ديالو، كل من ساعد هذا الشاب أجره محسوم على الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، عادل واقع من أزمات كيمروا منها الشباب المغاربة اللي كانوا ضحية بعض الأخطاء بين الأطراف. مشاهدينا الكرام، 21 سنة وهو في الخيرية، ما عمر شي حد يسول عليه ولا كانت شي بادرة اللي ممكن يعرفوا هاد الولد ولد من. نعلم جيدا أنه المحاضر ديال الضابطة القضائية اللي مكلفة بهاد الملفات كاينة في الأرشيف، ممكن البحث على هاد الشاب. وهاد النداء كنوجهو لهاد الأم، إلا قدرات شي نهار تشك وتقول هذا واش هو ولدي، وكان عندها الإحساس أنه تبحث في الموضوع وتواصل معاه في الرقم الهاتف ديالو، وكذلك تواصل معنا في مغرب نيوز من أجل أننا هاد الشاب يعرف والديه. هاد الشاب دار مجموعة من الأمور إيجابية باش يكون في المجتمع شأنه شأن أي مغربي، إلا واقع الحال، إلا أن واقع الحال راه رأي آخر. عادل ضحية المجتمع وضحية أخطاء قاتلة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الموضوع ديال عادل وسوف نوافيكم دائما بجديد في الموضوع. كل من ساعد هاد الشاب طلب الله سبحانه وتعالى قبل أجره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.